يقول: تزوجت من خارج المملكة، وقد حلفت علي والدتي بعدم السفر، علما بأن والدتي لا تعلم أنني متزوج من خارج المملكة، فماذا أفعل؟ هل أطلق زوجتي أم هل أسافر دون علم والدتي؟ لا يجوز أنك تعصي والدتك، لأنها أمرتك بالخير والنصيحة، فمخالفتك لها هذه معصية وعقوق، عليك بالتوبة والاستغفار وطلب المسامحة من والدك. أما زوجك إذا كانت امرأة صالحة ومستقيمة فأبقها في عصمتك، وإن كانت غير صالحة ففارقها. نعم.